لسنوات طوال كان هذا البيت الآية لسقوط لهشاشته ملجأ السيد بعلامة رفقة زوجته وابنيها، كذلك أخوه المعاق وأخته الأرملة، الأم لطفلين. حياة صعبة وسط ظروف معيشية قاسية. متزوج أنا يا ساكن في دار واحدة، وبدا الدار هذه وثلاثة ولاد داي دار بليه، وكوزينة تنابوا عليها، حنا ثلاث عيال نقول تنابوا على كوزينة. أكتشوف كارثة كارثة. عائلة كان حلمها سكن لائق وها هو يتحقق لها، مسكن جديد بصيغة الترقوي المدعم تنعم من خلاله بحياة هادئة كريمة بعد سنوات من المعاناة. الحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله، راني فرحان كثير 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 بزاف بالقوة كاع. كنت في بلاصة تاع عبيديتي ودوك راني في سكولة اف طروا. فرجت على مجموعة كبيرة من الشعب الجزائري، وإن شاء الله رانا فرحانين بالبزاف بهذا السكن، وإن شاء الله ندخلها بالصحة. اللحظة التي عاشها بعلام وعايشتها أزيد من 2000 عائلة بعين تيموشنت بعد استفادتها من سكنات بمختلف صياغها تنتظرها عائلة أخرى تعيش معاناة أزمة السكن على أمل أن تحظى بلحظة الفرج هي الأخرى.